حضر لي اخويا من عندك تتحرك على الطريق الصحراوي، بس استنوا اشاره مني للتنفيذ والباقي يتحرك معاه على الواحات. علما في انتظار الاشاره يا فندم. احنا في الطريق، الرساله الاولانيه وصلت للظابط. اطمنك اول باول يا سليم، مع السلامه. بقول لك انا عيب، فكرة سليم يمكن يسامحني وينسى اللي حصل؟ هو هينسى اللي حصل وهينساك انت كمان، عشان قبل العملية دي ما تخلص هنكون خلصنا عليك يا جدع. مش المفروض ياض الظابط يبعت لك رساله يقول لك فيها انه اتحرك هو كمان؟ ولا انت ايه حكايه امك معانا؟ انت جاي تنصب عليا ولا ايه؟ من امتى سيمي الوزان بينصب في شغله؟ انت ناوي على الغدر ولا ايه؟ انت اللي ناوي على غدر، ولو الفلوس ما طلعتش دلوقتي مش هيحصل كويس. رفيق، الفلوس تحت رجلك ولا الشرعبيه؟ فلوس ايه دي اللي انت بتتكلم عليها؟ هي فين الفلوس دي؟ هي فين الفلوس؟ انت جاي تستغني ولا ايه؟ كده متلبس ياسين باشا صح؟ هادي عشان دي بتاعتنا مش بتاعتك. هادي، مش قلت لك ان انا نازل؟ فين فارس؟ فين فارس؟ معرفش حد بالاسم ده. ورحمة امي لو ما قلت فين فارس ما هتلحق حتى توصل المديرية. مش هتقدر تغمض عينيك.